نوض مسؤولية كبيرة في البرمجة التلفزيونية للعائلة التونسية. زعما شكون اللي يحكم في البرمجة الليلية في العائلة التونسية؟ هذا هو سؤالنا في بارومتر الشارع. تقع تلعب عادي كومون، تقع تلعب بيناتنا الكل نورمال. وفي الاخر عشكون ترسي؟ عند باب. عند بوك. شو يحط بوك في التلفزة؟ اخبار الثمانية. وتفرجوا على الاخبار كل بعد كل واحد شو تليفون. ربي تفهم حاجة من الاخبار انت؟ ما نفهم شيء بالطبيعة، يعني استنى نتفرج على الاسبوع يشوف لي حل، استنى اسبوع يشوف لي حل. ايه نتفرج على حاجات وبعد تليفونات نشدوه. عشو تفرج في التليفون تاعك؟ في التليفون نتفرجوا على عليكم انتم كيفاش تفتحوا فينا في الشوارع، نتفرجوا على كل شيء. مش وحدي. وحدك؟ ما عنديش امراه. تحكم وحدك؟ الحمد لله. عشو تفرج؟ اتفرج ما نتفرج في حد. معناها لا تحكم ولا تخلي شكون يحكم انت؟ انا التلفزه ما عادش حتى قناه تعش. حتى قناه جملة. كل حد بالكوموند نتاعو. باش تلبس في الدار؟ اي كل بيت فيها تلفزيون. منين شريتوهم؟ شريناهم من بين كارتين. المراه تحكم فيها باهي. ربي. والله. والمصروف حتى المراه زاد. مصروف مو ندوا لها الفلوس هي تصرفه. معناها المراه مادام تحكم في المصروف انت نغمه باش تحكم في الكوموند. في الدار الكل. فوالا. شنو اكثر حاجه تتفرج عليها المدام وتخليك بصيف تتفرج عليها معاك؟ والله على الحوار التونسي على اللي يجيبوا البلومي هذاك. حقائق الاربعه. حقائق الاربعه وتفك الكوموند وتعمل عليها خوذه. ما تخافش. شنو؟ تتاثر بالحكايات هذوما وتولي تعملهم في الدار؟ انا ولا هي؟ المدام. لا او كان نهرب انا نهار كامل لبرا. ما نتفرجوش في التلفزيون. جمله. انا شو تفرجوا في الدار؟ تليفونات. كلكم تليفونات. في بالكم شيء هذه حاجه يفكك الالتحام الاسري تليفونه؟ تاج كلثومك قداش قداش ترميت قداش معودت امك من برا؟ خمسه سته مرات؟ لا معودين مرتين. مرتين. وباقي امك تحكم في الكوموند؟ اي ولا ديما تحكم هي. مش ناوي ياخذ موقف.